بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من استوديو الابطال. النهارده احنا على موعد مع قمه جديده من قمم كره السله، الاهلي والاتحاد في نهائي كاس مصر موسم 2021-2022. المباراه ستقام في تمام الساعه 8:30 من صاله الدكتور او مجمع الدكتور حسن مصطفى. نتمنى كل التوفيق لفريقنا النهارده. النادي الاهلي في اخر 3 مواسم او يمكن اخر 4 مواسم وصل الى نهائي كاس مصر، وفق في مره واخفق في 3 مرات. النهارده مباراه النهارده مش بس تحدي بين فرقتين كبار، النادي الاهلي ونادي الاتحاد، ولكن ايضا في ثنائيات كبيره او كثيره داخل المباراه، يمكن ابرزهم مستر اجوستي بوش وكابتن مرعي. دي احد المواجهات اللي بينتظرها الكثير من جمهور النادي الاهلي والكثير من محبي كره السله الحقيقه، لان مستر اجوستي بوش نجح في انتزاع 2 بطولة من الاتحاد السكندري هذا الموسم. ننتظر ان شاء الله النهارده الاتحاد او النادي الاهلي يقوم النهارده بمباراه كبيره وتتوج بفوز النادي الاهلي. استعرض مع حضراتكم يمكن تاريخ هذه البطوله منذ نشاتها، يمكن كانت بدايتها في سنه 75-76 ولكن 72-73، ولكن كانت بتبقى بطوله اعتباريه، كان بيبقى فيه بطوله واحده وهي بطوله الدوري، وكان الكاس بطوله اعتباريه، واحنا جايبين هذه الارقام وهذه الاحصائيات من الاتحاد المصري لكره السله. يمكن اول بطولة الكأس مصر رسميا كانت سنة 75-76 وفاز بها الاتحاد السكندري. سنة 79، سنة جدول مع حضراتكم على الشاشة، سنة 78-79 فاز بها الزمالك. سنة 81-82 الاتحاد السكندري. سنة 84-85 لم يستكمل الموسم الرياضي. سنة 87-88 الأهلي فاز بالكأس. سنة 90-91 الزمالك. سنة 93-94 الجزيرة. 96-97 الزمالك. سنة 99-2000 الزمالك. 2002-2003 الزمالك. 2005-2006 الزمالك. 2008-2009 الأهلي. 2011-2012 الاتحاد. 2014-2015 سبورتينج. 2017-2018 الأهلي. 2020-2021 الاتحاد. إذن الأهلي النهاردة بيدافع أو بيسعى للقب الرابع له على التاريخ. فرقتنا كانت تأهلت إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الزمالك 77-67 بعد مباراة تسيدها النادي الأهلي منذ البداية للنهاية. النهاردة النادي الأهلي داخل مباراته بعدد من الإصابات، على أبرزهم عمر عزب ومروان سرحان لم يستكمل شفائه بعد. نادي الاتحاد السكندري النهاردة داخل كامل العدد. نادي الاتحاد النهاردة كان عنده غيابات دولة صانع ألعاب الاتحاد السكندري ومنتخب مصر، ولكن هو الان جاهز للمشاركه. اسماعيل احمد موجود. الاتحاد السكندري النهارده فول تيم. النادي الاهلي ايضا ولكن باستثناء اصابتين ومجموعه من اللاعبين الحقيقه كانوا لسه راجعين من الاصابات، شاركوا في مباراه الزمالك زي عمر طارق وسيف سمير، مجموعه راجعه من الاصابه ولكن ادوا مباراه جيده. النهارده النادي الاهلي محتاج الدفاع. النادي الاهلي النهارده محتاج الدفاع الجيد. المباراه النهارده مباراه دفاعيه من المقام الاول. النهارده اللي هيقدر يقفل مفاتيح اللعب على الخصم او على المنافس النهارده هتبقى هي دي كلمه السر. النادي الاهلي النهارده بيواجه المحترف الاتحاد السكندري، محترف بيجيد تصويبات الثلاثيه، ايضا بيجيد الاختراق، افريج بتاعه فوق ال 20 نقطه. النهارده النادي الاهلي محتاج يوقف الثلاثات بونت بصفه عامه من نادي الاتحاد السكندري، لان نادي الاتحاد من ايام ما كنا احنا بنلعب الحقيقه وهو بيتميز بالثلاثيات، قدرت توقف الاتحاد السكندري التصويبات البعيده، وقفت خطوره كبيره جدا للاتحاد السكندري. النهارده الاتحاد السكندري عنده مهمه صعبه، النادي الاهلي مفاتيح لعبه ما شاء الله كثيره. عمرو الجندي، عندك ايهاب امين، عمر طارق تحت الحلقه، سيف سمير، عندك ابو النصر، عندك عمرو زهران، عندك مجموعه كبيره من اللاعبين ليهم حلول. بالاضافه طبعا تومسون اللاعب المحترف الامريكي بصفوف النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده عنده حلول. مهمه الاتحاد السكندري انه يقدر يوقف كل حلول او كل القوى الهجوميه اللي ممتاز بيها النادي الاهلي. النادي الاهلي يمكن مباراه الزمالك نجح انه يفرض نوع دفاع جيد وهو المان تو مان، ضاغط من نصف الملعب. الحقيقه جابت نتيجه جيده جدا، ضغط على صانع الالعاب مش مرتاح في خروجه بالكره، ايضا الضغط على اطراف الملعب الجانبين الوينجات وايضا تحت الحلقه. النادي الاهلي نجح بشكل كبير في مباراته مع نادي الزمالك في هذا الضغط، وده اللي خلى نادي الزمالك او يسجل معدل تهديف
اقل لولا الاخطاء التحكيميه اللي حصلت في مباراه الزمالك اللي كلنا تابعناها وشفناها على شاشه، طبعا يعني كنا حللناها على شاشه قناه النادي الاهلي امس في برنامج الابطال، ولكن يبقى الخطا التحكيمي هو جزء من اللعبه سواء في كره السله او في كره القدم او في كره الطائره، وكل الكلام ده وارد، ولكن النهارده التحكيم لابد ان يكون مركز. الحكام النهارده محتاجين تركيز، مباراه قويه في فنيات عاليه، اتمنى النهارده التحكيم يكون على قدر الفنيه. النهارده في انديه كبيره زي النادي الاهلي حط ميزانيه كبيره في كره السله بالملايين، النهارده محتاجين التحكيم يكون على قدر هذه الفنيات. مش معقول فريق يحط هذه الملايين بيسعى وراء البطوله ويبقى في يعني للاسف تاثيرات من التحكيم، طبعا تاثيرات غير مقصوده. احنا بس بنقول حاجه، ان كل ده مش بنقول انه مقصود، ولكن هي اخطاء، ولكن الاخطاء دي ساعات بتكون قاتله في الملعب الحقيقه، وبتخلي فريق ومجهود فريق طول الموسم يضيع بسبب صفاره. فمحتاجين النهارده تركيز كبير جدا من التحكيم، اتمنى ليهم التوفيق الحقيقه عشان نشوف مباراه يعني جيده في كره السله. النهارده برضو بنحب نشير ان في مباراه مهمه النهارده بتقام، وهي مباراه الاهلي والزمالك، مباراه قمه في الكره الطائره سيدات بتقام في هذه الاثناء، واحنا مع حضراتكم وهنقول لحضراتكم النتيجه ان شاء الله. نتمنى باذن الله الفوز للنادي الاهلي. فريق السيدات للكره الطائره بيقدم موسم كبير، موسم استثنائي، الحمد لله فوز في جميع المباريات. نتمنى ان شاء الله النهارده يكون استكمال لسلسله الفوز. الاسبوع ده كان عندنا 5 لقاءات قمه الحقيقه في الالعاب المختلفه، كره يد رجال، كره يد سيدات، كره سله رجال. النهارده عندنا الفاينل رجال، بنتكلم على مباريات الاهلي والزمالك القمه، كان في الكره الطايره رجال وسيدات، الباسكت كمان كان عنده، اليد، وعندنا كمان كره اليد سيدات. 5 لقاءات قمه في بين الكره الطايره سيدات، 5 مباريات قمه حتى الان. النتيجه 3-1 للنادي الاهلي في مباراه القمه التي اجريت هذا الاسبوع، يمكن النهارده اخر مباراه في حاله فوز ان شاء الله. السيدات هتبقى مباراه القمه هذا الاسبوع 4-1، يمكن هو هزيمه واحده تلقاها النادي الاهلي في الالعاب الجماعيه هذا الاسبوع، وهي مباراه كره اليد. وزي ما تابعنا حضراتكم ان شاء الله في جهاز فني جديد بيتولى المسؤوليه في كره اليد حتى نهايه الموسم، نتمنى التوفيق. لسه الدوري في الملعب، نستطيع نفوز الثلاث مباريات، فرقتنا الحمد لله على قدر المسؤوليه، نتوقع منهم المزيد. خلينا نرجع لمباراتنا النهارده، مباراه مهمه جدا، بفكر حضراتكم ان المباراه الساعه 8:30، بعد لحظات هينطلق الاستوديو التحليلي طبعا بمشاركه نجومنا، نجوم كره السله، كابتن طبعا سلعاوي النجم الكبير، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، كابتن عماد نجم منتخب مصر، كابتن طاهر رجب، انا اسف، كابتن طاهر رجب نجم منتخب مصر والنادي الاهلي، هيكون معانا كابتن خالد مصطفى ايضا نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر. عندنا كلام كتير هنقدر نقوله عن المباراه، هنحلل اداء الفرقه وهنجيب لكم حتى استعراض، وهنبقى متابعين واهم بابرز الارقام اللي حصلت في مباراه الاهلي والزمالك الماضيه. يمكن كان هداف الفريق هو عمرو الجندي، عمرو الجندي الحقيقه بعد عودته من المنتخب بيأدي مباراة جيدة، نتمنى له التوفيق النهاردة، نتمنى إن شاء الله نشوف النهاردة شكل دفاعي للفريق جيد، بيبان الحقيقة من أول المباراة إحنا إن شاء الله بيبقى الدفاع شكله إيه. مستر أجوستي بوش النهاردة عنده كتير يقدر يقدمه، قدم لنا مجموعة من اللاعبين الشباب الحقيقة اللي صعدهم واللي شاركوا مع الفريق بشكل جيد. ده كان أبرز اللي إن شاء الله اللي ممكن نشوفه النهارده في المباراه. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، وبعد الفاصل هينطلق الاستوديو التحليلي بمشاركه نجومي، عندنا كلام كتير عن الفنيات، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بفكر حضراتكم المباراه ستنطلق الاهلي والاتحاد الساعه 8:30 ان شاء الله من مجمع دكتور حسن مصطفى، نهائي كاس مصر لكره السله. بس حابب اوضح امر يمكن محتاج اوضحه اكتر، النادي الاهلي هنا بيبحث عن لقبه العاشر، النادي الاهلي حمل اللقب 9 مرات في تاريخ هذه البطوله، نادي الاتحاد السكندري حمل اللقب 11 مره، دي او يبحث النهارده بيبحث عن اللقب ال 12، يبقى عدد البطولات او بطولات كاس مصر، دي الصوره تاني بنوضحها عشان حصل فيه لبس بس في الانترو، ولكن النادي الاهلي 9 ألقاب، نادي الاتحاد السكندري 11 لقب، النهارده طبعا كلا الفريقين بيبحثوا ان هم يزودوا رصيدهم، ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي النهارده يحصل على لقبه العاشر. طبعا قبل ما ننطلق في تحليل المباراه فنيا، بحب ارحب بضيوفي نجوم كره السله مشرفيني في الاستوديو، برحب بنجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر كره السله وعضو لجنه انتقاء المواهب الحالي كابتن محمد السلعاوي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن هيثم، منورنا في الاستوديو. الله يخليك، شرف لينا وجودنا معاك. بحب ارحب النهارده بالكابتن خالد مصطفى نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر. اهلا بيك يا كابتن خالد. اهلا بيك يا كابتن هيثم، منورنا في استوديو قناه الله يخليك بنورك، وفرصه سعيده جدا.
بنرحب بنجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر ورئيس قطاع الناشئين السابق وعضو لجنه انتقاء المواهب الحالي الكابتن طاهر رجب. اهلا بيك يا كابتن طاهر. اهلا بيك. منور استوديو الابطال. ده منور اصحابه. حضرتك صاحب هذا الاستوديو، حضرتك نجم من النجوم وحضرتك بطل من الابطال، فاذا الاستوديو حضرتك يعني ساهمت بشكل كبير في حصول النادي الاهلي على بطولات كثيره في كره السله، حضرتك منور الاستوديو يا كابتن. الله يخليك. برحب بنجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر ايضا السابق كابتن كريم ضيف. اهلا بك يا كابتن كريم. اهلا بك كابتن هيثم. ان شاء الله يعني الف شكر لحضرتك على الاستضافه مع اساتذتنا وزملاء الملعب، وان شاء الله يعني يوم موفق ان شاء الله وبطوله جديده باذن الله للنادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله. ابتدي مع كابتن محمد السلعاوي. كابتن محمد، يمكن مباراه النهارده مباراه مهمه، مباراه صعبه، يمكن ده يمكن ثالث نهائي السنه دي مع نادي الاتحاد السكندري، بطوله عربيه ثم دوري المرتبط ثم كاس مصر، شايف المباراه النهارده ازاي يا كابتن محمد؟ انا كنت بس عايز اقول حاجه قبل ما ندخل في تحليل مبارياتنا النهارده الاتحاد والاهلي، عايز اثني على لاعبي الاهلي في مباراه الاهلي والزمالك، ادوا جيم صحيح بصراحه كويس جدا، وكل اللعيبه كانوا على مستوى المسؤوليه وكلهم كانوا نجوم في هذه المباراه، وكانت بروفه جيده للمباراه النهائيه. نعم، مباراة النهاردة مباراة صعبة جدا، التوقع بنتيجتها برضو صعب، لكن احنا نتمنى ان الاهلي ان شاء الله. المباراة بين اثنين مدربين، مدرسة اسبانية ومدرسة مصرية، الاثنين على كفاءة عالية جدا، اعتقد كل مدرب من الاثنين دارس الاخر، واعتقد كمان ان كله يعلم مفاتيح لعب الاخر. نعم. ولكن المباراة هتكون وجبة دسمة هتمتع بيها الجمهور، وان شاء الله يكون المكسب من في صالح النادي الاهلي. فريق نادي الاتحاد فريق جيد جدا، فريق كسب البطوله دي 11 مره قبل كده، وهو رمز من رموز كره السله في اسكندريه وفي مصر برضو، الاتحاد يعني تمتع بمدرب كويس، ولكن احنا ان شاء الله كنادي اهلي نتمنى ان شاء الله نادي كل لاعب يادي ما هو مطلوب منه وما هو عليه، بحيث ان المباراه تكون ونفرض سيطرتنا على الملعب واسلوب لعبنا من البدايه، فهيكون ويكون المكسب نصيبنا ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن خالد، شايف الماتش النهارده ازاي، خاصه ان اتحاد اسكندري كامل العدد؟ والحقيقه انا شوف احصائيات ماتش الجيش معانا، الفرقه في حاله فنيه جيده، الاصابات رجعت، فالمباراه النهارده في عندنا غيابات في النادي الاهلي هنستعرضها برضو مع الساده المشاهدين. شايف النهارده المباراه ازاي يا كابتن خالد؟ طبعا هو يعني الماتشات الاهلي والاتحاد بالذات السيزون ده بالذات يعني ديربي كبير ما بين قطبين الباسكت في مصر دلوقتي في الوقت الحالي. الاتحاد السكندري طبعا الفتره اللي فاتت دي طبعا كان مستوى كويس جدا، ولعب مع النادي الاهلي ماتشات كتير الفتره اللي فاتت، وكان ده يعني يعتبر منافس قوي جدا للنادي الاهلي، والنادي الاهلي برضو منافس قوي جدا لنادي الاتحاد. الفرقتين اقوياء، عندهم عناصر مميزه جدا، المدربين الاثنين على مستوى عالي، فطبعا لا مباراه مش سهله بالنسبه للنادي الاهلي، وبالنسبه برضو لنادي الاتحاد مباراه مش سهله. طبعا اللي هيحكمها النهارده الكفاح في الملعب، قد ايه كل فرقه جز على اسنانها، وقد ايه كل فرقه متمسكه بالفوز النهارده بالماتش. مباراه كبيره، نتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يوفق بالمكسب باذن الله، ويحقق اللقب العاشر بالنسبه لبطوله كاس مصر ان شاء الله باذن الله. كابتن خالد، كابتن طاهر، اجي لحضرتك. يمكن مباراه النهارده بتهيألي كلا المدربين خلاص فهموا بعض، بقى كل واحد عارف يعني ده بيلعب ازاي ده بيلعب ازاي، شايف ايه اللي ممكن يحسم المباراه النهارده كابتن طاهر؟ اللي يحسم المباراه النهارده هو طبعا في عامل كبير جدا على الكوتش، ده اساسي، والجهاز، وايضا اللعيبه اعتقد ان هي عندها اصرار ان هي تكسب ايا من الفريقين، اللي عنده اصرار ان هو ياخد البطوله دي اعتقد ان احنا متساويين تقريبا مع الاتحاد، احنا البطوله العاشره وهو بالنسبه له البطوله الاثناشر. اللي يحسم الماتشين دول ان اللعيبه تنفذ ما يملي عليها المدرب، وايضا كمان ان هم يكونوا مركزين تركيز قوي جدا بحيث ان يقدروا ياخدوا البطوله. صحيح. طب كابتن كريم، يمكن اجي لك برضو، احنا النهارده المباراه
يعني بيبقى دايما مباريات القمه بيبقى فيها ضغط عصبي، واوقات كتيره جدا بيكون بالذات الفاينلز اوقات كتيره جدا الضغط العصبي ده بيأثر على مستوى اللعيبه، ممكن لعيب تلاقيه بره مستواه بره التوفيق. على فكره انا بتكلم على كلا الفريقين، ده موضوع عام في الرياضه ان في الفاينلات اللعيب الخبره هو اللي بيقدر يتحمل هذا الضغط وبيقدر يؤدي اداؤه. شايف النهارده الموضوع ده ازاي؟ طبعا هو يعني بالنسبه للجزئيه دي في عامل مهم جدا على الجهاز الفني ان هو يقدر يخفف حته الضغط شويه عن اللعيبه، وخصوصا في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي طول ما انت بتلعب انت مطالب ببطوله، وعارف طبعا الجماهير بتطالبك انك لازم تكسب كل بطوله بتخش فيها، فطبعا ده عامل ضغط جامد جدا على اللعيبه. فلازم الجهاز الفني النهارده قبل الماتش يكون ليه دور ان هو يكون جهز اللعيبه نفسيا بحيث انها تقدر ان شاء الله تنزل الماتش، والضغط ده يكون في اقل ما يمكن. طبعا مش هنقدر نلغيه لان دي طبيعه الرياضه اللي احنا بنمارسها، ولكن يكون ما ياثرش على مستوى اللعيبه ولا على اداء اللعيبه. وحاليا دلوقتي انا شايف ان السبورت سايكولوجي بدا يخش في فرق كتير، وبدا يخش في مع الاجهزه الفنيه كانه زي العلاج الطبيعي وزي مساعد المدرب صحيح. وزي الكلام ده. فان شاء الله الحاجات دي تقدر تساعد اللعيبه انها ان شاء الله يعني تأدي كويس قوي في ظل الضغط ده ان شاء الله. ويعني طبعا احنا حاليا كابتن طارق خيري وفريق البنات كسب دلوقتي الشمس ووصلوا سيمي فاينل كاس مصر، فبشرة خير ان شاء الله. كام يعني عرفت النتيجه كابتن كريم؟ غالبا السكور كان 69 51 تقريبا. طب كويس يعني الحمد لله بفرق مريح يعني. الف مبروك التاهل بجهاز فني جديد. كابتن طارق خير عنده مهمه ان شاء الله استكمال ما قدمه كابتن علي هاشم، ان شاء الله يقدر باذن الله يحصد هذه البطوله، بطوله السوبر المصري، يمكن قبل النهائي والنهائي هي خطوتين ان شاء الله وناخد هذه البطوله. كابتن سلام اواجه لحضرتك. الساده المشاهدين محتاجين طبعا نوضح ليهم مشوار الفريقين حتى بلوغ النهائي عشان نشوف مين كان مشواره طبعا في بعض المباريات القويه. اتفضل يا كابتن. فريق الاهلي كان اول مباراه لعبها في مع نادي الترام وقدر يكسب 86-47 تمام. وبعدين جه في الربع اللي هو الربع النهائي فاز على اصحاب الجياد 84-64، وفي نصف النهائي فاز على الزمالك 77-67. اذا مشوار نادي الزمالك كان في طريقنا في نادي الزمالك نصف النهائي قبل النهائي. طيب مشوار بقى او طريق مشوار اتحاد السكندري، يعني احنا يمكن كان قبل النهائي عندنا قوي مع الزمالك، ولكن هو كان مع الجيش. الناحيه الثانيه بقى نشوف برضو مشوار الاتحاد السكندري. كان في الصوم النهائي فاز على الهليوبلس 84-54 نعم. وفي ربع النهائي فاز على اللي هو يعني في السيمي فاينل فاز على القناه 109-62. في النصف النهائي كسب طلائع الجيش 82-60. فهو طبعا طريقه كان اسهل من طريق الاهلي. الاهلي قابل الزمالك في الدور اللي قبل النهائي، هو قابل الجيش في الدور النهائي. هنا بيتساءل البعض فين الجزيره؟ الجزيره راح فين؟ الجزيره خرج بيتهيألي من دور الثمانيه على يد سموحه مظبوط؟ فعشان كده الناس بتتساءل ليه الجزيره مش في الطرف في دور ال 16 كمان؟ دور ال 16 خرج على سموحه، الجيش قدر يكسب سموحه في المباراه اللي هي دور الثمانيه وقدر يصعد يلعب، ودي طبعا اول مره نادي الجيش يصعد، ودي طبعا حاجه كويسه جدا بالنسبه لفريق نادي الجيش. طب كابتن خالد اجي لحضرتك، محتاجين مع الساده المشاهدين نستعرض الجهاز الفني لسله النادي الاهلي، اتفضل يا كابتن خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. انت المدير الفني الاسباني اوجستي بوش ومدرب عام احمد الجرحي، رامي الدياستي مدرب، طارق الغنام مدير اداري، وليد الخراط اداري، محمد الشيحي مخطط الاحمال، هيثم الضبع اخصائي علاج طبيعي، محمد جاد طبيب الفريق، نادر خزام اخصائي تغذيه، علاء لطفي محلل فني، محمد عيسى اخصائي تدليك ومساج، وحامد الكاس المهمات. وفي معاهم الدكتور اكرم علاج طبيعي برضه. الدكتور اكرم بذل مجهود كبير، دكتور اكرم معاهم لان طبعا الاصابات كتير يعني في ثلاثه مصابين من اعمده الفرقه برضه يعني عمر عزب، وعندك طبعا الجمال وايضا وسمحان عمر سمحان مروان سمحان طيب اجي لحضرتك يا كابتن طاهر، نستعرض اللاعبين او قائمه فريق النادي الاهلي، اتفضل يا كابتن. طبعا قائمه النادي الاهلي عمرو علاء زهران رقم زيرو، ايهاب امين رقم اربعه، عمرو الجندي خمسه، سيف سمير ثمانيه، مودي الجرحي عشره، احمد مهيب 14،
احمد اسماعيل 21 اللي هو منضم في الدوري السعودي الشتوي. قادما قادما في التنقلات الشتويه من الدوري السعودي، وهو اصلا لاعب النادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي. مايكل تومسون المحترف رقم 22، محمد ابو النصر رقم 23، عبد الله ناصر الناشئ الصاعد الواعد رقم 34، يوسف المعداوي بردك انتقال شتوي وكان ابن النادي في الناشئين، وكان لي يعني صولات وجولات في الناشئين، يوسف المعداوي 41، وعمر طارق طبعا 55. هو ده. نعم. اشكرك يا كابتن طاهر. يمكن اجي بقى الكابتن كريم نستعرض مع الساده المشاهدين الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري. اتفضل يا كابتن كريم. تمام. كابتن احمد مرعي مدير فني، كابتن زاهر عبد الباسط مدرب عام، كابتن محمد سمير مدرب، كابتن ياسر مبارك مدرب، كابتن خالد عبد الفتاح مدير اداري، كابتن سامح صلاح اداري، كابتن احمد بسيوني اداري، الدكتور محمد كمال طبيب الفريق، دكتور محمد رضوان طبيب الفريق، دكتور معتز مغازي مخطط احمال، دكتور عبد الرحمن الجلاد احصائي، علي موسى مدلج، اسلام فتحي، واحمد خميس مهمات. نعم. اشكرك يا كابتن. ده كان طبعا قائمه الجهاز الفني للاتحاد السكندري. وصلني الان الحكام، طاقم الحكام. استاذنكم يا كباتن سجلوا معايا. كابتن وائل صبحي حكم اول، كابتن عمرو الزاهد حكم ثاني، هشام اشرف او كابتن هشام اشرف حكم ثالث، مراقب المباراه الكابتن احمد الفلك. النهارده الحكام عليهم عامل كبير الحقيقه في نجاح المباراه، لانه زي ما قلت لحضراتكم المستوى بيعلى بشكل مضطرد في لاعبين كره السله وفي الدوري المصري. الحقيقه دوري قوي بيضم مجموعه من الاجانب على مستوى عالي. الدوري المصري اصبح من اقوى الدوريات كره السله في المنطقه، فاذا محتاجين التحكيم يكون على قدر هذه الفنيات. عندهم النهارده مهمه كبيره. احنا شفنا فاينل البطوله العربيه الحقيقه كانت الامور جيده، وتحكيم طاقم تحكيم اجنبي الحقيقه كان على اعلى مستوى. ايضا في مباراه المرتبط النهائي المرتبط، المباراه النهائيه كان بيبقى دايما هي بيبقى فيها الشد العصبي. اتمنى النهارده كابتن وائل صبحي حكم اول وحكم دولي، اتمنى يقدر يقود المباراه لبر الامان، وما يبقاش فيه سياسات يعني مختلفه في ارض الملعب تخلي اللعيبه يعني محتاره شويه. خلينا اجي لك كابتن سلعاوي، محتاجين نستعرض لاعبين، قائمه لاعبي نادي الاتحاد السكندري. اتفضل كابتن سلعاوي. قائمة رجال سلة نادي الاتحاد السكندري بتضم أحمد عادل دولة رقم الفانيلا 0، وهو ده كان مصاب ولسه راجع تقريبا. إسماعيل أحمد رقم 1 كابتن الفرقة، مصطفى فودة 4، هيثم كمال 6، مؤمن مبارك 7، كوري ويستر نمرة 8، وده برضو من الاجانب اللي هم مميزين في الدوري المصري الحقيقه في البدايه. ولكن النهارده عندنا مهمه صعبه في الدفاع. اتفضل يا كابتن. محمد طه ميدو نمرة 9، احمد الصباغ 13، احمد ابو العلا بيبو 14، ياسر صالح 20، حاتم البحيري 77، رامي ابراهيم 88. اشكرك كابتن سلعاوي. احنا كده استعرضنا مع حضراتكم قائمه كلا الفريقين، وخليني برضو يعني نستعرض مع حضراتكم ابرز الارقام التي جاءت في قبل النهائي، سواء مباراه الاتحاد السكندري والجيش، وايضا مباراه الاهلي والزمالك. يمكن اجي لك كابتن كريم الاحصائيات مع حضرتك. يمكن خلينا نبتدي بمباراه الاهلي والزمالك. كان افضل المسجلين من وجهه يعني طبعا الاحصائيات، احنا معنا طبعا الاحصائيات الرسميه اللي جايه من الاتحاد المصري كره السله ولجنه الاحصاء بالاتحاد المصري كره السله، كان هداف اللقاء يا كابتن عمرو الجندي. تمام. كان برصيد قد ايه يا كابتن؟ 20 بونت. تمام. الافشنسي بتاع عمرو كان قد ايه يا كابتن كريم؟ 25. في كره السله يا جماعه بيكون في هناك السكور اللي انت بتحطه، وفي الافشنسي الكفاءه بتاعت اللاعب. الكفاءه بيبقى مجمعه لكل شيء، انت جبت ريباوند قد ايه، حطيت سكور، ستيل، ديفنس، كل تقييمك كلاعب، تقييمك الافشنسي بتاعك او فاعليتك في الملعب ازاي. عمرو الجندي كان اكتر فعاليه في كلا الفريقين سواء الاهلي او الزمالك ب 25 فعاليه، بتبقى ارقام 25. اتفضل يا كابتن كريم، مين يجي بعد منه من هداف الفريق؟ يجي بعد منه ايهاب امين ب 13 بونت. تمام. بعد كده مايكل تومسون ومحمد ابو النصر 8 بونت، احمد اسماعيل قبلهم 10 بونت. مظبوط. أحمد اسماعيل 10 بونت، بعد كده مايكل تومسون وابو النصر 8 بونت، بعد كده عمر طارق 5 بونت، عمرو زهران 4 بونت،
مودي الجرحي 3 بونت واحمد مهيب 2 بونت. النقطه بس اللي هي الكويسه اللي هنا اللي احنا يعني دي ارقام مكسب. نعم. ان عندنا 2 لعيبه او 3 توب سكورر خلاص، وبعد كده عندنا كذا لعيب مشارك تمام وبيحط سكور تمام. وشايفين كمان ان الوقت كمان متوزع، يعني عمرو الجندي عشان يجيب 20 بونت مش لازم يلعب ال 40 دقيقه، لعب 30 فقط 31 بالظبط كده. نعم. ايهاب امين برده نفس 26 دقيقه تقريبا، 25 دقيقه تمام. فطبعا موزع حمل المباراه على الكل بالظبط كده، اللعيبه كلها بتشارك، اللعيبه كلها بتحط سكور، حتى كمان برده مودي الجرحي بقى رقم 2 دلوقتي بعد اصابه عزب، فدي حاجه كويسه برضو ان هو يخش في الريتم ويحافظ على تيمبو الفرقه وهو بقاله فتره بره. فتوزيعة السكور دي حاجه يعني كانت ميزه مهمه جدا في مكسب ماتش الزمالك. ويمكن يا كابتن ابو النصر كان ليه دور كبير، ابو النصر بالرغم انه حط 8 بونت فقط بدا يرجع مستواه، بدا يرجع مستواه وحط نقاط في وقت مهم. بص يا كابتن هيثم، يعني ال 8 بونت جايين في وقت احنا كنا محتاجينه. ابو النصر كده كده لعيب احنا البروفايل بتاعه احنا حافظينه، هو ديفندر من الدرجه الاولى تمام. اول ما يبدا يحط سكور فتبدا مميزات ابو النصر تعلى قوي تمام. فحتى لو في ايام هو مش موفق فيها في السكور، بس هو بيقوم بواجبه كويس جدا في الديفنس. فطبعا هو اللعيب الاجانب للفرقه تاني مظبوط يا كوتش، هو بيجيب 8 بونت وبيخلي اللعيب الاجنبي اللي قدامك بدل ما بيجيب مثلا 20 لا ينزل ل 15 ينزل ل 10، فهو حتى بيجيب سكور من هنا player. وبيمنع سكور بالظبط، رول بلاير بالظبط. فطبعا يعني زي مظبوط يا كابتن خالد، فهو لما بيكون في الديفنس وفي الاوفنس موفق بتبقى دي احسن، بيبقى طبعا مميز جدا. كابتن طارق انا شايف حضرتك يعني سجلت بعض الملاحظات على قبل النهائي، يعني حضرتك شايف بالنسبه للفريقين طبعا. بالنسبه للفريقين طبعا احنا بنتكلم طبعا عن التوب سكورر الفرقه دي والفرقه دي، بس انا اعتقد برضك ان هو الديفنس هو صحيح اللي بيحسم اي ماتش. صحيح يا كابتن، في الباسكت الديفنس هو اللي بيقدر يخليك تكسب، ده صحيح اساسي. احنا كان اتكلمنا على ابو النصر ان هو مثلا تقريبا جايب 8 بونت، 8 بونت نعم، بس منع كم باسكت او منع صحيح. اللي ماسكه ان هو يبقى عنده اريحيه في ان هو يلعب على الباسكت ويجيب سكور. نعم. فانا اعتقد ان هو الديفنس بالنسبه ل اي ماتش بيبقى ايكوال جيم هو الفيصل. صحيح. زائد كمان في احصائيات اخرى بتساهم زي الريباوند. يعني الماتش اللي فات يا كابتن كلام حضرتك مظبوط، عمرو الجندي جايب 10 ريباوند، اعلى ريباوندر في الفرقه بالرغم ان هو ما لعبش في مركز اربعه كتير او لعب فترات الاربعه، ولكن جايب 10 ريباوند. اللي بعديه الغريب ايهاب امين، يعني الاثنين جردات بتوعنا جايبين الاثنين سكورر ورا بعض والاثنين في الريباوند ورا بعض. هو كده عمرو الجندي عامل دبل دبل، يعني هو عامل دبل دبل، جايب 15 بوينتس، جايب 15، جايب 20 بونت وجايب 10 ريباوندز. نعم. هو عامل دبل دبل، يعني هو طبعا دبل دبل لعمرو الجندي. عمرو الجندي صحيح 10 ريباوند دبل دبل، يعني جايب اعلى من العشرة في مهارتين، في مهارة التهديف وفي مهارة الريباوند، بيبقى في دبل تريبل لو ثلاث حاجات. هو عموما يعني حتى كمان بيقول لك من استحوذ على السلتين كسب المباراه. نعم. يعني ده مثل بيتقال في لعبه كره السله، ده اساسي، من استحوذ على البوردين او السلتين استحوذ على المباراه. دي حاجات احصائيات مهمه جدا. نعم. جدا جدا. وبتبقى فيصل، يعني انت صحيح. يعني في اخر ثواني طبعا احنا عارفين ان الباسكت دي لعبه الثواني الاخيره. نعم. فهو لما عشان تحسم الثواني الاخيره يا اما بانك انت تجيب باسكت، يا اما بانك انت تجيب ريباوند، يا اما تعمل بلوك، يا اما تعمل ترانزيشن ديفنس سريع، كل الحاجات دي فعلا بتحسم المباراة. صحيح. وخلينا نوه يا كابتن بعد اذن حضراتكم وكباتن، المباراة لن تنطلق الساعة 8:30، ده بسبب يعني تأخر المباراة اللي قبلنا، مباراة رائع جيش والزمالك ما زالت بتتلعب حتى الآن، واحنا دلوقتي الساعة 8:05 تقريبا، يعني احنا بنتكلم ان لو خلصت كمان 5 دقايق و10 دقايق فالوقت ده لازم ليك نص ساعة كفريق في التسخين. إذا المباراة ستتأخر عن الساعة 8:30 قليلا لغايه مباراه رائع الجيش والزمالك، ويبدو ان هي المباراه كلوز جيم جدا، وده اللي ادى الى تاخير المباراه. يمكن يعني المباراه واضح ان رائع الجيش والزمالك
ماشيه ايكوال جيم. اتفضل يا كابتن سلام. انا كنت عايز اضيف بس حاجه بسيطه بالنسبه للريباوند. علو نسبه الريباوند عند عمرو الجندي وعند ايهاب امين. نعم. دي نتيجه لتنفيذ سيستم او نظام المدرب ان الطوال حاجزين فلازم اللعيبه اللي هي الجردات هي اللي تخش تلم في الوقت ده. يعني حضرتك شايف ان الجردات ليها دور كبير. ليها دور كبير لان هو دلوقتي لان دلوقتي كان مستوى الطول عالي بالنسبه لانس وبالنسبه لكيجو فدول بيبقوا متحجزين فاللي هم المهمه الاساسيه للجردات انها تخش تساعد. يعني قصدي حضرتك ان بيبقى البيج جايز او اللعيبه الكبار محجزين او الاجسام الكبيره محجزين بعضهم. هنا بقى بتيجي كلمه الجردات اللي بيخش ياخد الكره من تحت الحلقه ومنها بتقدر تروح فاست بريك. طب خلينا برضو يا كابتن خالد انت برضو شايف حضرتك عندك ليك تعليق مباراه الاتحاد السكندري ايضا النهارده. انا شايف اللي فاتت طلع الجيش الاتحاد السكندري ما طلع الجيش يمكن كان اكتر لاعب مميز هو كان اسماعيل احمد. يعني انا شايف احصائيات اسماعيل احمد الافشنسي 20 جايب 18 بونت. هو اسماعيل احمد دايما مميز يعني هو هو الكي بلاير بتاع نادي الاتحاد اسماعيل احمد. يعني هو شيل اسماعيل احمد من نادي الاتحاد سنا اكبرهم سنا ما شاء الله عليه 45 سنه بيلعب من ايام احنا كنا بنلعب يعني اسماعيل جيلنا فما شاء الله لحد دلوقتي 46 يا كابتن 46 مواليد 76 صح احنا 77 فطبعا اسماعيل هو الكي بلاير. شيل اسماعيل من فريق الاتحاد الافشنسي بتاعت فريق الاتحاد هتنزل 60% صحيح لان هو حتى هو قوته مش هجوميه خلي بالك بس يعني النهارده اسماعيل احمد حاطط 18 بونت الماتش اللي فات افشنسي 20 جايب 7 توتال ريباوند ما شاء الله عليه هو رمانه الميزان في نادي الاتحاد. هو اولا كمان تقيله في الملعب يعني هو وجوده بيدي لزمايله ثقه وبيخلي الفرقه بتاعته تلعب مستريح بيقدر ان هو يلعب ديفنس ويلعب اوفنس بيحل مشاكل كتير جدا وقت ما تبقى الفرقه مزنوقه مش عارفه تجيب باسكت ممكن هو بيستلم بيعرف يحل يعمل حلول. فلا اسماعيل احمد طبعا هو وخليني برضه اقول لك كابتن يعني 50% من الفرقه يعني انا شايف الفتره الاخيره ميدو طه كمان الحقيقه مميز جدا. ميدو طه قدر يا كابتن يلعب يعني انا شفت الفتره اللي فاتت دي قدر ان هو يعلي نسبه الثري بوينت شوتنج عنده بطريقه مميزه جدا بيقدر ان هو يشوت ثري بوينت من مسافات بعيده وثقته في نفسه عاليه في الشوطه وده جاي من التمرين الكتير اعتقد يعني هو بيتمرن كتير جدا على مهاره 3 بوينت فدي اللي برده مدياله ثقه الفتره اللي فاتت دي ميدو طه ان هو عنده شوطه قويه جدا عنده نسبه كونسيستنت يعني ثابته بيقدر ان هو يجيب سكور عالي من 3 بوينت. تحيه كابتن كريم شايف مفاتيح لعب الاتحاد السكندري الكي بلايرز اللي في الاتحاد السكندري النهارده اللي مستر اجوست بوش اكيد باني كل خططه الدفاعيه على ايقاف هذه المهارات او دي كوكبه من اللعيبه اصحاب الحلول مين في الاتحاد شايف ده كده؟ طيب احنا يعني اول مفتاح هما كذا مفتاح لعب اول مفتاح لعب طبعا اسماعيل احمد تمام كابتن اسماعيل احمد لازم لان السكور ده ما شاء الله عالي جدا فما ينفعش السكور ده يبقى يعني يتكرر النهارده في ماتش فاينل. ايه قوه اسماعيل في ايه يا كابتن؟ قوه اسماعيل في ان هو بيلعب باسكت سهل تمام هو بياخد شوطه اوبن شوت بيلعب تحت الباسكت لو نزل تحت الباسكت واستلم مع اي حد خلاص هو كده بيعرف يلف بيه بيعرف يلف بيه. الاهلي لما نلعب زون اللي بيفك الزون للاتحاد هو اسماعيل احمد بيعرف يقف في الـ في الـ في المناطق الفاضيه في الجاب. او في النقط الفاضيه او في الجاب بالظبط كده وعنده ميديوم شوت تمام فلو طلع عليه لعيب طويل بيطلع بره يشوط طب لو لقى فرصه ادفانتج ان هو ياخد فرق طول مع لعيب قصير بينزل بيه تحت تمام فهو مستو في الثلاثه تمام متكامل بالظبط بالظبط دي حقيقه ف طيب مين تاني من كي بلايرز في الاتحاد حضرتك طبعا لازم نوقف الكوري ويبستر عن طريق ان احنا لازم ندافع على السكرين بول كويس جدا 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 لازم يطلع من السكرين يعاني عشان يشوط تمام لو النقطه دي خد راحته فيها ما هيجيب سكور كتير تمام لان هي دي النقطه اللي هو مميز فيها. النقطه الثانيه زي ما الكابتن خالد قال ميدو طه عنده بنتريشن وعنده 3 بوينت شوت تمام فلازم اللي يعمل عليه ديفنس النهارده يبقى مركز معاه جامد جدا. في لعيبه تانية برضو يوسف شوشه دولا برضو مهما بيغيب بيرجع بيفاجئنا دايما بان هو متواجد وليه حضور لعبه سهل يعني هو بالظبط فدي مفاتيح اللعب اللي لازم بالظبط. شوطه هيثم كمال 3 بوينت ما ينفعش النهارده مثلا يطلع جايب 3 او 4 ما ينفعش لازم دي تقف فدي يعني ابرز الحاجات اللي هي بتتكرر كل ماتش. يعني يمكن يا كابتن كريم انا فهمت من كلام حضرتك ان الاتحاد السكندري ويمكن ده انا كنت قلته في الانترو انه الاتحاد السكندري احد اهم اسلحته هي 3 بوينت مظبوط على مدار تاريخ الاتحاد السكندري يمكن احنا يعني احنا متابعين يمكن كره سله من 30 سنه 35 سنه 35 سنه اللي احنا شايفينهم تمام الاتحاد السلاح الاساسي هو 3 بوينت بالظبط هي سمه يعني زي ما بيقولوا ايه مع كل جيل موجوده فنقدر النهارده ان شاء الله لو يعني نعمل عليها ديفنس كويس هتفرق معانا وهتريح الجيم جامد باذن الله تمام طيب خلينا نروح لارض الملعب وزي ما عودناكم بجيب لكم
كل الاستعدادات وما يعني يجري في الملعب. معنا مراسلنا من ارض الملعب كريم احمد ونورهان طمان، اتفضل يا كريم. مرحب بيك في البدايه طبعا كابتن هيثم السعيد، كل التحيه ليك ولنجوم الاستوديو التحليلي، وايضا كمان الشكر والتحيه لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. مرحب بيك يا نورهان، ان شاء الله النهارده يكون يوم سعيد على كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. نقدر ان شاء الله باذن الله مباراه مهمه جدا للاهلي والاتحاد السكندري في نهائي كاس مصر، مباراه اكيد غايه في الصعوبه سواء من خارج الخطوط مع اوجستي بوش وايضا كابتن مرعي وايضا كمان من داخل الخطوط، لكن ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. نورهان شايفه الجيم النهارده ازاي؟ وانا عارف طبعا انت معاكي بعض الاخبار عن فريق الاتحاد السكندري، طمني جمهور النادي الاهلي على الامور. طبعا كل الشكر كابتن هيثم، وبنرحب بضيوفك الكرام ويعني وبنرحب بمشاهدينا، وبرحب بيك يا كريم. مباراه ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق، بنتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي. يمكن طبعا النهائي الثالث على التوالي اللي بيواجه فيه النادي الاهلي نظيره الاتحاد السكندري، ان شاء الله السنه دي نحقق التتويج. كمان خلينا نقول انه احنا بنقول يعني الرابعه يا اوجستي، يعني معانا منذ طبعا تولي يعني المدير الفني في اغسطس او منتصف اغسطس الماضي اداره الفريق، وهو بيحقق نجاحات كبيره جدا يا كريم، وجمهور النادي الاهلي سعيد جدا بما يقدمه المدير الفني لكره السله رجال بعد طبعا فتره طويله، يعني الى حد ما كانش الاداء مرضي للعديد من جمهور النادي الاهلي سواء في الصالات اللي بيجوا وراهم في كل حته او طبعا على السوشيال ميديا. كمان خلينا بقى نتكلم عن مشوار الاتحاد يا كريم قبل ما يواجه النادي الاهلي. الاتحاد يمكن تغلب على هليوبلس في بدايه طبعا الماراثون بتاع البطوله 84-54، كمان تغلب الاتحاد على القناه في ربع النهائي 109-62. احنا عارفين طبعا يا كريم انه فريق الاتحاد فريق محترم جدا في كره السله، ويعني يمكن بتعمل له زي ما بيقولوا كده الف حساب. اما بقى طبعا الفوز الاخير كان على او في نصف النهائي طبعا كان على حساب طلائع الجيش بنتيجه 82-60. كمان خلينا نقول لكم ابرز اللعيبه اللي يعني بيعتمد عليها فريق الاتحاد في مبارياته، هم طبعا اسماعيل احمد ويوسف شوشه. يا كريم يمكن الاثنين دول من اميز الاثنين الموجودين في صفوف نادي الاتحاد. كمان خلينا نقول لكم انه في غياب واحد فقط لاحمد بيبو، هيغيب لمده حوالي 6 اسابيع. تواصلنا مع الجهاز الفني نادي الاتحاد وقال لنا انه اللاعب يعني غائب حوالي 6 اسابيع. كمان احمد عادل عندهم في طبعا فريق الاتحاد لسه عائد من الاصابه. يمكن دي كانت ابرز المعلومات عن فريق الاتحاد يا كريم، اكيد ده لسه عندك معلومات ثانيه. بالتاكيد طبعا، يعني زي ما بنقول يا كابتن هيثم مؤكدنا طبعا على المباراه خارج الخطوط بين كابتن احمد مرعي طبعا واوجستي بوش، مباراه مهمه جدا، وداخل الخطوط كمان. انا عايز اكد على اكثر من نقطه الحقيقه مع اوجستي بوش المدير الفني لفريق النادي الاهلي. يمكن نورهان اتكلمت على حصول على 3 بطولات منذ توليه طبعا، وهي بطوله منطقه القاهره، البطوله العربيه ودوري المرتبط، احنا في انتظار ان شاء الله الرابعه، وفي انتظار كمان العاشره يا اهلي. يعني زي ما كنا بنقول طبعا لفريق كره القدم العاشره يا اهلي، بنقول ايضا كمان لرجال كره السله العاشره يا اهلي، كاس مصر ان شاء الله يدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. الحقيقه اللي لامسينه يا كابتن هيثم من خلال التدريبات ومن خلال التحضيرات الخاصه بالجهاز الفني، هو اوجستي بوش الحقيقه شغال بشكل كبير جدا على الجانب الفردي والجانب الجماعي نوران. يعني بنشوف الحقيقه بعض اللعيبه، ويمكن كمان كابتننا في الاستوديو التحليلي شفنا الحقيقه تالق غير طبيعي لاحمد اسماعيل، يعني في بعض الامور كده لكره السله طبعا، وكان مميز جدا في مباراه الزمالك الاخيره، الريباوند، الارتكاز، التمركزات، الامور دي. الراجل شغال بشكل كبير جدا على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. تالق ايهاب امين الحقيقه في المباراه الاخيره كان رائع ومميز جدا. كل اللعيبه الحقيقه اي 5 بيكونوا متواجدين يا كابتن هيثم عندهم ان شاء الله باذن الله مهمه كبيره جدا امام نادي الاتحاد السكندري، مهما كانت الصعوبات ومهما كانت الغيابات. غياباتنا مستمره كالعاده، محمد عمر عزب طبعا بيغيب عن هذه المباراه، ومستمر ايضا ابراهيم الجمال ومروان محسن، لكن ان شاء الله باذن الله كل الامور تكون في صالحنا، وايضا كمان ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون في قمه تركيزها. نورهان ثقه كبيره بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله رهاننا كبير جدا عليهم، وان شاء الله تكون العشره اهلي. كريم يمكن محتاجين نعرف اللقاء اللي كان قبل المباراه النهارده، يمكن الثالث والرابع، النتيجه كانت ايه؟ نتيجه طلائع الجيش والزمالك. كريم يمكن طيب تمام خلاص، احنا كده احنا عرفنا النتيجه، يمكن نتيجه مباراه لسه مبلغاني دلوقتي، مباراه المركز الثالث خلصت 190 لصالح نادي الزمالك. اذا نادي الزمالك حصل على المركز الثالث في كاس مصر هذا الموسم 2021-2022 بعد مباراه واضح انها كانت كلوز جيم والسكور كان كبير في كلا الفريقين. طيب كريم، يعني يمكن كريم معانا تاني. كريم يمكن المباراه اللي قبلينا يمكن تاخرت شويه في الوقت، عشان كده مباراه
النادي الاهلي النهارده والاتحاد هتتاخر يمكن ربع ساعه كمان. سبب التاخير ايه؟ هل كان في اكسترا تايم في مباراه طلاع الجيش والزمالك، ولا كانت المباراه شهدت توقفات عديده؟ لا يلبي، يمكن المباراه طبعا في البدايه بدات متاخر شويه، يعني كان محدد ليها طبعا 6، لكن 6 وثلث بدات المباراه. جيم كان قوي جدا وكان في توقفات عديده زي ما انت بتقول يا كابتن هيثم. طبعا كابتن اشرف توفيق الحقيقه كان مؤدي اداء مميز جدا على هديه المباراه فريق طلائع الجيش وايضا كمان نادي الزمالك، لكن انتهت المباراه بنتيجه 190 في مباراه كانت قويه جدا قبل هذه المباراه. بالتاكيد طبعا يعود مره اخرى يعني لاجواء المباراه، وكان في يعني جو حماسي جدا احنا طبعا شاهدناه مع اللاعبين، ولكن يعني ما تمش يعني اخفق الى حد ما حد كبير، وطبعا نادي الزمالك بنبارك له. بالظبط بالظبط، يعني طبعا نقدر نقول خلاص المباراه انتهت بالنسبه لفريق طلائع الجيش ونادي الزمالك. احنا دلوقتي اكيد منتظرين المباراه المنتظره والمرتقبه لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي، وهي مباراه الاهلي والاتحاد السكندري. يا رب ان شاء الله دعواتك ودعواتك النوريان دعوات كل جمهورنا نجوم الاستوديو التحليلي ان شاء الله باذن الله هذه البطوله تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي ان شاء الله. يا كريم بشكرك شكرا جزيلا. كريم احمد ونورهان طمان مرسلنا من ارض الملعب. اذا المباراه لحظات ان شاء الله، دقائق يمكن دقائق ربع ساعه بالكثير وهتنطلق المباراه. نتمنى ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي النهارده. نتوقع ان شاء الله المباراه تشهد سجال. انتوا عارفين طبعا مباراه كره السله مباراه ثواني، ممكن نشوف صعود وهبوط اثناء المباراه. 4 اشواط ملعوبه 10 دقائق كل شوط. الحقيقه هتبقى مباراه يعني يمكن كلوز جيم، فانا يعني ان شاء الله محتاجه التحكم في الاعصاب بشكل كبير بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين. لسه عندنا كتير عن الفنيات ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. مباراة النهاردة مباراة تحمل شعار الدفاع، من سيدافع النهاردة هيحصد اللقب. يمكن مستر أجوستي بوش كان من المديرين الفنيين الأجانب القليلين اللي بيهتم بشكل كبير جدا بالدفاع، بيهتم أيضا بالدفع بالشباب عشان دايما يكون الملعب فيه باور. يمكن كابتن طاهر دي سياستك، انت دايما بتحب اللاعبين الصغيرين، دايما منحاز للاعيبه الصغار، ويكفي ان طبعا خالد مصطفى وكريم حضروا حضرتك طبعا في قطاع الناشئين. اولادي طبعا مميزين صراحه طبعا يا كابتن، شرف لينا الرجوله، شرف لينا قبل الفنيات والباسكت طبعا يا كابتن. طبعا الاثنين دول بالذات طبعا يا كابتن، كابتن مصر النادي الاهلي كابتن، يعني الدفع باللعيبه الصغار سياسه مستر اجوستي، روتيشن العالي اللي بيعمله بيدي لكل لاعب من اللعيبه الصغيره مهام، زي عبد الله ناصر، زي علاء عمرو زهران، دايما بقول علاء زهران لانه ابن النجم الكبير علاء زهران. شايف النهارده دورهم ايه اللعيبه الصغيره؟ هو طبعا سياسه مستر اوجستي من اول السنه وسياسه ممنهجه ان هو يدي فرصه للناشئين عشان في الاوقات اللي يحصل فيها اصابات أو يحصل فيها غيابات بيجي يلاقي الناشئين دول يقدروا يسندوا مع الفرقة. صحيح. أكبر دليل على كده أنت لو بصيت في أي سكور هتلاقي الناشئين بيمثلوا تلت الفرقة. نعم. صحيح. 4 لاعبين 3 من تحت 18 سنة، 3 18 سنة تقريبا يعني في أغلب الأوقات، غير اللي مثلا مؤمن طارق خيري مش موجود دلوقتي برضه، بس بيتمرن معاهم متواجد ومتواجد معاهم. محمود وليد برضه مش موجود في السكور، هتلاقي فيه عبد الله، ده مطلع كمان بيبو زهران. بيبو زهران طالع بيتمرن معاهم اثناء الماتش اللي فات، موجود في المدرجات وبيبو زهران برضه. وفي كمان يوسف العداوي بيعتبر صغير، ويوسف العداوي طبعا اول سنه ليه درجه اولى، فيعتبر من لعيبه الشباب طبعا، وعبد الله ناصر وعمرو زهران، مجموعه كبيره. فهتلاقي يعني تقريبا نص الفرقه المتسجله هتلاقيها يعني، او سوري مش مسجله، اللي بتساهم في الفوز او النتائج الفرقه دي وفي مبارياتها هتلاقيهم من الناشئين، والناشئين اللي هم كمان تحت 18 سنه يعني بيستعين تحت 18 كأساسيين دلوقتي. نعم. فبالتالي ده نعتبر يعني نرفع له قبعة ان ايه، ان هو بينشئ جيل ده هيأدي في المستقبل كمان، ان انت ما تحتاجش ان انت تعمل صفقات الا في حدود معينة احتياجاتك. في حدود احتياجاتك، وهم هيعتبروا دول صفقات لينا بس ببلاش او موجودين دلوقتي معانا. صحيح. احنا دي في لقطات من ارض الملعب الكابتن محمد
مصلحي رئيس نادي الاتحاد بيؤازر فرقته بيسلم عليهم مجلس اداره بالكامل. انا شايف كمان مجلس اداره خلف الكابتن محمد مصلحي. وانتم عارفين طبعا ان كره السله هي اللعبه الشعبيه، مش عايز اقول الاولى في اسكندريه طبعا لا، بس حقيقي احنا كنا بنلعب هناك وبنشوف المباريات بتكون ازاي. طبعا ان شاء الله باذن الله اتمنى النهارده فوز النادي الاهلي. النادي الاهلي قادر على الفوز ان شاء الله، فرقه كويسه، فرقه محترمه، فرقه بتشتغل. يمكن كابتن خالد اجيلك برضو، يمكن النهارده احد حلول المكسب هي هدوء الاعصاب. يمكن دايما الفرقه اللي بتقدر تتحكم في اعصابها، خاصه انه بتبقى الماتش ماشي باسكت 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 باسكت، فاذا الامور النهارده الاعصاب او التحكم في الاعصاب ليه دور كبير جدا. يعني زي ما حضرتك قلت كده، الاعصاب يعني من احد المفاتيح اللي ممكن ان احنا يعني نقدر ان احنا نلعب على الاتحاد السكندري فيها، ان احنا ننرفز اسماعيل احمد نخرجه عن يعني اسماعيل احمد احنا لعبنا قصاده كتير جدا واحنا صغيرين نلعب قصاده، بس اسماعيل ما بيتنرفزش يا كابتن. يعني بقى عنده خبرات، لو قدرت تنرفز اسماعيل احمد هتخرجه بره الجيم. بس ده بيكون يعني اسماعيل بقى عنده خبرات يمكن وهو صغير صغير. بس لا، بس لو اتمسك جامد، لو في لعيب من اللعيبه قدر ان هو يمسكه جامد وقدر ان هو يخرجه بره 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 الجيم، ده هيأثر على فريق الاتحاد السكندري بقوه كبيره جدا. طب شايف النهارده يا كابتن برده حته يمكن الفاولات النهارده، الفرقه اللي هتحافظ على عدد فاولاتها لاخر وقت ده امر مهم جدا جدا طبعا جدا. يعني اللعيبه اللي هتخرج او اللعيبه الكبار اللعيبه اللي هم السناتر لو النهارده في لعيبه داخل واثنين وثلاثه في ترابل فاول ترابل هيبقى عندنا مشكله. ما هو احنا لو قدرنا نوقف البنتريشن يعني من بره هنقلل الفاولات طبيعي، لان انت لما لعيبه بتدخل على الباسكت طبعا بتقدر ان هي تلعب، يعني لما الجيم بيبقى مفتوح واللعيب بيقدر يدخل بيقدر ان هو يلبس اللي قدامه فاولات. فان احنا نمنع الفاولات لازم الاول نعمل بريشر من بره ونوقف اللعيبه ان هي تعمل بنتريشن. صحيح. ده اللي هيقلل الفاولات بتاعه الفرقه. لحظه جيده كويسه ان انت طالما يعني قافل الاختراقات الخارجيه بالظبط، اللعيبه ما بتخشش على اللعيبه الكبار بتاعك فما بتقدرش تعمل فاول. انا في ملاحظه كمان يعني كنت عايز اقولها بالنسبه لكابتن طاهر رجب، يعني اول واحد لعب بالناشئين قدام المحترفين كابتن طاهر رجب. يعني كابتن طاهر رجب كنا بنلعب فاينل مع الزمالك ايام حتى لامين وسوري كانوا محترفين وهو كنا احنا ناشئين وكان بيلعب بينا، فهو من اول الناس اللي في النادي الاهلي. صحيح. دي كانت ملاحظه كنت عايز اقولها، ان هو بيطلع الناشئين يلعبوا بيديهم فرص وبيلعبوا في الماتشات الكبيره. يمكن كابتن طاهر اللي بيلعبوا في الدرجه الاولى دلوقتي طبعا ولاده، وطبعا كابتن سيد صابر جاء بعد كابتن طاهر رجب وكمل المسيره ودفع ايضا بلاعبين جيدين، فيعني احنا بنشكرك كابتن طاهر. لاعبين اولاد النادي الاهلي يعني صراحه على كفاءه عاليه، وهم فعلا سياسه الدفع بالناشئين دي عندهم مهمه جدا. واحنا وبعدين اللي عاوز اقوله كمان ان احنا لو بصيت لجميع الفرق اللي هي، ما بقولش مثلا سيبك الزمالك الاتحاد وبتاع، انما هتبص تلاقي مصر التامين، هتبص تلاقي الجيش، هتلاقي قوام الفرق دي كلها لا تقل عن 60% من لاعيبه وناشئين النادي الاهلي. وده دليل ان احنا في ناس كتير بتطلع من فرق فمش قادرين نستوعبهم بفرقتنا وتسجيل 14 وبيروحوا انديه اخرى وبتنتعش كره السله. الجيش اهو عامل ماتش مع الزمالك، لو دخلت هتلاقي هادي خمس ست هتلاقي عدد كبير من الناشئين بتوعنا. دياستي انا مش قادر اذاكر يعني طبعا نذكر مش قدامنا، بس احنا عارفين ان الجيش على الاقل 50% في او اكتر تامين في الشمس في كل الفرق دي. هتلاقي حضرتك الاتصالات الاتصالات عامله نتائج رهيبه وكويس. شوف في كام لعيب ناشئين النادي الاهلي في من صحيح. من ولاد النادي الاهلي، ويمكن دي سياسه النادي الاهلي دهشان ومروان مروان عاطف برضك ومروان ضيف، كل دول من ناشئين النادي الاهلي. مصنع النادي الاهلي مصنع اللعيبه، مصنع اللعيبه الاول في مصر يعني. صحيح. احنا لو دلوقتي اعتقد كمان ان في تركيز على الدفع بالناشئين دي بنظام وسيستم، يعني بطوله القاهره اللي احنا خدناها كان بدايه ان انت تثبت ارجل الولاد دي في بطوله. يبقى لعبت المنتخب ما لعبتش لعبت المنتخب ما لعبتش ورجعوا قعدوا، وكابتن اجوستي لعب تقريبا ب 80% من الفرقه الناشئين او مو في البطوله العربيه وفي دوري المرتبط. صحيح. وكانت المنافسات كلها مع الاتحاد، وقدرت انت تكسبه في السيمي فاينل في الماتشات المصريه وتكسبه في الماتش النهائي،
بتاع المرتبط وتقدر تاخد البطولتين. كلام 100% صح يا كابتن طارق، كلام 100% صح. بس الاول انا شايف حضرتك يعني عندك بعض الامور الفنيه حضرتك سجلتها كالعاده بتمتعنا فنيا. الله يخليك كابتن. هي بس اللي انا النقطه اللي عايز يعني اقولها هو ان شاء الله النهارده الفوز ان شاء الله سهل والطريق سهل. ازاي يا كابتن؟ يعني بينفس على اللي يسهل الطريق في نقطتين ثلاثه مهمين جدا، اللي هو الفوز بيبقى اللي اللاعب اللي بينفذ تعليمات المدرب بتاعه والفرقه اللي بتفرض اسلوب لعبها على الاخرى. زائد ان انا عايز اقول احنا بس مش عايزين نهتم بالمفاتيح اللي زي ما ذكرنا في النادي الاتحاد، لا ممكن لعيبه تانية ما تكونش المفاتيح هي تكون سبب، ودي بتحصل كتير لازم البنش بلاير بينزلوا بيغيروا نتيجه المباراه سواء في الاهلي او حتى في الام بي بيحصل كده. البنش بلاير لما بينزلوا يغيروا يقول لك البنش بلاير هنا تفوق على البنش بلاير هنا. مهم جدا ان احنا نسيطر على الحلقتين النهارده سواء في الهجوم او في الدفاع. دي نقطه مهمه جدا ان نهتم بالفاول شوتنج شويه، يبقى عندنا نسبة عالية منه، لأن المباراة دي أعتقد في اعتقادي الشخصي لن تزيد عن ثلاثة من ثلاثة لخمسة خمس نقاط. نعم. طب كابتن خلينا نتكلم عن يعني مستوى الفرقتين، وإنه في البعض بيقول إن مثلا بيبقى في أخطاء تحكيمية، هل اللعيبة مطالبة تركز في ده ولا تركز في الملعب بس؟ تركز في الملعب، طول عمر اللاعب اللاعب لاعب والمدرب مدرب والحكم، اللاعب لازم يركز في ما هو مهما كان في أخطاء لأن هو طبعًا اللاعب لو انفعل مع أخطاء التحكيمية اللي هي ورده هيخرج بره الجيم ودي طبعًا هتبقى مشكلة جامدة جدًا بالنسبة للفرقتين، لكن أنا عايز أقول لازم اللعيبة دي النهاردة تعرف إن هي بتلعب مباراة كبيرة مصر كلها بتشوفها، سواء لعيب الأهلي أو لعيب الاتحاد، لازم المباراة تكون على مستوى الحدث. نعم. صحيح لازم فنيات لازم تكون المنطقه كلها بتتابع مباراه طبعا. الحكم اعتقد نازل حاسس ان مصر كلها بتشوف وعايز يقدم احسن حاجه عنده عشان يخرج الـ 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 المهرجان ده باحسن صوره عنده. وتاني بنفكر الساده المشاهدين بطاقم التحكيم، كابتن وائل صبحي حكم اول، كابتن عمرو الزاهد حكم ثاني، كابتن هشام اشرف حكم ثالث، وكابتن احمد الفلكي مراقب المباراه. نيجي النهارده لمواجهه في الكاتشنه او الجهاز الفني هنا وهنا، بالتالي الاثنين حفظوا بعض خلاص كل المدرب حفظ. ده مش اول مباراه، دي مباراه لعبوا مع بعض كتير جدا. مرعي اتحفظ بالنسبه لاجوستي، واجوستي اتحفظ بالنسبه لمرعي. هي مين اللي هينفذ؟ نعم، تركيز الاداء بقى، الاداء بقى التركيز، ومين اللي هينفذ ما اللي قاله مرعي او اللي قاله جوستي بوش. اللي هيقدر ينفذ ويفرض اسلوب لعبه ويفرض هو ده اللي هتكون ليه السيطره في الاخر. تركيز اللاعبين في التعليمات يمكن مهمه كابتن كريم، وايضا عدم فقد الاعصاب، عدم الانفعال، عدم دايما مركز. الثانيه بتفرق، الثانيه هنا عندنا بتفرق. طب كابتن كريم لو انت مكان كلا المديرين الفنيين، هناخد مثلا الاول كابتن احمد مرعي، حضرتك طبعا تابعت وشفت كتير اسلوب لعبه، هتوجه اللعبه تقول لهم ايه؟ ايه اللي ممكن تفكر فيه النهارده عشان توقف خطوره النادي الاهلي؟ هو كابتن احمد مرعي طبعا مدار السنين اللي احنا شفناها هو هيتبع نفس الاسلوب، اول ما هينزل هيبدا يلعب ضغط جامد على النادي الاهلي، تمام؟ عشان خاطر يخليهم ياخدوا قرارات متسرعه، يخلصوا الهجمه بسرعه، فتبقى الكوره مع نادي الاتحاد اكتر، ويقدر يستعيد الكرة اكتر، سواء الاهلي خلص الهجمه بسرعه، سواء عمل تيرن اوفر او حاجه زي كده، وعشان برضو يعني زي ما بنقول كده ايه، ينهك اللعيبه في الماتش بدري، بحيث انها لما توصل لاخر الدقائق في المباراه يبقى التركيز بتاعها اقل، وهو بيعتمد في كده على الروتيشن، تمام؟ فهنشوف برضو ان احنا مثلا سيف اول شوط ممكن نلاقي مثلا 8 9 لعيبه لعبوا، تمام؟ يعني حضرتك شايف ان كابتن احمد مرعي من احد السلاحين الاساسيين بتوعه، ضاغط من اول ملعب وبيعمل روتيشن من اول شوط، يعني ممكن تلاقي في اول شوط 8 لعيبه شاركوا او 9 لعيبه بالظبط. بالظبط. طيب السلاح الثالث لكابتن احمد مرعي، السلاح الثالث لكابتن احمد مرعي ان هو يعني ان اللعيبه نجحت انها تشرب النظام ده، ما حدش بيعترض عليه، ما حدش بيتذمر عليه، وده عمله في مثلا في نادي سبورتنج، بيكرره هو دلوقتي في نادي الاتحاد، عملوا قبليهم في الجزيره، وعملوا قبليهم في الجزيره بالظبط كده. فدي برضو حاجه بتتحسب له، ان هو الفرقه مهما كان تشكيلها، مهما كان المكونات، مهما كانت اللعيبه، يا جماعه السيستم هو اللي سائد، تمام؟ الحاجه الثانيه طبعا يمكن كابتن احمد مرعي حتى تمرينه، احنا اتمرنا معاه تمرينه نصه شوتينج، هو بيعلي نسبه البرسنتج الشوت بتاعت اللعيبه، ثقه بالظبط. يعني دايما احنا نخش تمرين كابتن احمد مرعي كنا نلاقي لو التمرين ساعتين ساعه منهم اللعيبه بتشوط بالظبط. فاذا النهارده كابتن احمد مرعي احد اسلحته هي تاتا بونت والميديوم والفري ثرو، يعني مهم جدا نوقف الشوتينج مظبوط.
في ظل غياب كمان سوري المقطع لا طبعا كنت اتفضل في ظل غياب لو غايب احمد ابو العيلة بيبو بيبو ما انا في اعتقادي الشخصي اهم لاعب فريق بيبو هيبقى التركيز هيبقى التركيز في الاوفنس بتاع الاتحاد على الثلاثه اللي هو محمد طه ميدو ده صراحه نسبته عاليه جدا اخر مباراه يمكن حط فوق 30 بونت قصاد في مظبوط اعتقد كوارتر حط فوق 16 بونت منهم ثالث الكوارتر الثالث تقريبا كان ملعبنا ايوه 16 بونت على مكان حاطط سكور عالي جدا وفي مصطفى عصام فوده برضك شويته ده انا بتكلم كمان على الجردات الجردات واحمد عادل دوله دول الثلاثه دول طب ليه طبعا هيثم سوري هيثم طبعا هيثم طبعا وتسويته الثلاثيه بالاضافه للعب تحت الحلقه طويل وخبره فاكيد اكيد احد الحلول وكابتن سلعاوي ليه كابتن سلعاوي حضرتك قلت بيبو من اهم اللعيبه في الاتحاد ليه قلت كده لان هو بيبو ما حدش حاسس بلاعب بيعرف يحط باسكت سهل بيحط باسكت في الوقت ما بيغلطش كتير بيخدم على فريقه كويس بيحط الكور السهله اللي هو متعود في التمرين انه يحطها زائد انه بيستخدموه كستاره النتيجه النتيجه لان جسمه قوي وطويل فهو لعيب منفذ بالنسبه ومريح اللعيب اللي بينفذ تعليمات المدرب ده بيبقى مريح بالنسبه له وكتفه في كتف عمر طارق يعني هو طوله مساعده برضك ان هو يقدر يقف عمر طارق لان طبعا عمر طارق هيبقى ليه دور كبير فاذا ما تواجدش واحد زي بيبو هتبقى المساله برضك كل فرقه محتاجه لاعب زي بيبو بيبو بيبقى لعيب مهم جدا في الفرقه وممكن ما تحسش بيه بس بيبقى انا شايف وبرضه بيقوم بنفس الدور ده ياسر صالح تمام ياسر صالح الاربعايه اللي هي اللي جت في انتقالات شتويه تقريبا تقريبا تمام اللعيب ده ما عنده نسبه كويسه جدا في 3 بوينت من الزيرو تمام فبيقف هنا في الحته دي مع الاسف اللي بيضطر يغطي عليها واحنا بنعمل مثلا زون ديفنس بيبقى البيج مان تمام او الراجل الطويل اللي في الملعب فهو بيعرف يعني ياخد السبوتس دي يشوت منها فممكن يجيب لك مثلا 30 في وقت يعمل فرق فده لازم برده نبقى مركزين معاه لان المباراه دي ما تستحملش بالظبط كده او ان اللاعب يبقى فايق عليه بالظبط ويمكن يا كابتن خالد اجي لك برده حته مهمه يمكن النهارده يعني كريم وضح لنا لو احنا من مكان كابتن احمد مرعي حللنا اداؤه الفني بيعتمد عليه النهارده شايف مستر اجوستي بوش ممكن يعمل ايه هل يبتدي المباراه بكل قوته هل يحتفظ بسيستمه برده الروتيشن اللي هو بيعمله بصرف النظر مين موفق او مين مش موفق شايف النهارده مستر اجوستي بوش ممكن يخش المباراه ازاي يعني هو طبعا لازم يمشي بنفس الهدوء والريتم اللي هو بيمشي بيه في كل ماتش ده مبدئيا لانه لو غير التيمبو بتاعه هيربك الفرقه بتاعته الفرقه هتحس ان هي يعني في حاجه غلط بتحصل فما ينفعش يبقى ماشي بسيستم يفضل ماشي بيه طول الجيمز ويجي في الفاينل يغير السيستم بتاع الجيم ممكن يغير في التاكتكس ممكن يغير في اسلوب اللعب لكن في التشكيل في بدايته للمباراه لو غير هيربك الفرقه ده اول حاجه تاني حاجه الفريق النادي الاهلي لازم عشان يضرب السيستم بتاع الكابتن احمد مرعي اللي هو الضغط من اول الملعب لازم يلعب فاست بريك سريع لازم يجبر كابتن احمد مرعي ان هو ما يضغطش عليه من اول الملعب يعني لازم يتراجع لازم يلعب من التلت من نص الملعب او من بعد نص الملعب بشويه لانه لو سابه يضغط عليه من اول الملعب الفرقه هتبقى في حاله ربكه فده حله ايه حله ان انت تلعب ارتداد سريع بس خلي بالك الضغط لا يجدي انا بتكلم يعني مش هيجدي معانا بالدرجات العاليه في الفرقه الثانيه عشان عندنا تومسون لا تومسون احد اللاعبين اللي اهم ميزه فيه هو الكنترول على الكره والخروج بيها من نص الملعب لنص الملعب يمكن تومسون مش لعيب هداف ولكن انا من وجهه نظري الشخصيه كابتن مستر اجوستي بوش باقي على تومسون بشكل كبير ومديله المساحه دي عشان النقطه دي لعيب منفذ لعيب بينقل الكره من نص الملعب مفيش تيرن اوفر بينقل الكره بكنترول عينه فوق ضغط عليه باللعيب اثنين بيقدر ياخد وان ستيب باك بيشوف الملعب بيقدر يبص ورايك يا كابتن وعنده 3 بوينت كمان مهم التهديف برضك احنا عندنا زي عمرو الجندي وزي ايهاب امين بيجيبوا سكور صحيح فهو ده عشان يوصل لهم الكوره يبقى هو ادى مهمه كبيره جدا يعني عشان كده هو مقتنع متمسك بيه رغم ان في ناس كتير بتنتقد ان هو يعني مبقي على لعيب محترف زي مايكل تومسون بس ليه فوائد اخرى هو مؤدي لدوره بنسبه
كبيرة في ان هو يشغل الفرقة اللي حواليه، لان احنا عندنا هدافين صانع لعب، هو بيشتغل صانع لعب مش كورة. كان المشكلة ان كان مثلا ايهاب امين او عمرو الجندي هم اللي بيقوموا بالدور ده، ومطلوب منهم يروحوا الهاف كور الناحية التانية يجيبوا سكور، فلما بقى في حد هو بيقوم بالدور ده بقى هم مرتاحين شوية في التهديف، في التهديف تمام. فاحنا متفرغين للتهديف بالظبط بالظبط. بس خليني برضه اقول لك كابتن، الاتحاد يعني النهاردة هو ماتش تومسون بأمانة، لان الاتحاد بيلجأ فول كورت بريس، وفي الحالة دي انت محتاج بوينت جارد بيقدر يطلع بالكورة، مش بس بيجرع بالكره عشان يبصيها لزمايله، لا بيطلع عشان يران السيستم. فالنهارده تومسون هو احد المباريات المهمه ليه، المباريات اللي احنا بننتظر يعني 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 تومسون من من احد اسلحته الاساسيه والرئيسيه اللي مستر اجوستي بوش. انا من وجهه نظري رايكم ايه في الكلام ده؟ بص كابتن هيثم، هو في البطوله العربيه كان موجود وكان حاضر، نعم تمام، فاينل قبل النهائي، قبل النهائي في قبل النهائي كان موجود وكان حاضر، في بطوله المرتبط كان موجود وكان حاضر. فان شاء الله يعني نتعشم خير ان شاء الله النهارده باذن الله البطوله دي كاس مصر بغض النظر عن بطوله القاهره باذن الله يبقى موجود برده ويبقى حاضر. وصحيح، وبرده يا كابتن سلعاوي تومسون من اللعيبه الامريكان القلائل اللي انا شفتهم في حياتي بيدافعوا. هو دلوقتي بالنسبه لتومسون برغم ان هو بيتعرض للانتقادات او كده، لكن انا شايفه ان هو لعيب منفذ لدماغ مستر اجوستو، وزائد ان هو بيقدر يعدي الملعب، مش مطلوب منه يجيب سكور كتير، لان لو جاب سكور كتير هياخد من عمرو الجندي وهياخد من ايهاب امين، لكن هو بينفذ التعليمات، بيقدر يعدي الملعب، بيقدر ينفذ الخطط المطلوبه منه في فاست بريك، عينه كويسه جدا مع البوفيتات تحت الباسكت، بيستخدم السكرين كويس جدا لما بيجي له السكرين، عنده الشوطه 3 بوينت في اوقات مناسبه وقاتله. فاعتقد ان ماتش يعني ماتش سوري بيروت اللي كان في دور الثمانية ساعه لما جاب 2 بوينتس في اخر ثانيه في البوينتس اللي كسبونا الماتش. وفي ماتشات لو استعرضنا السكاوتنج بتاع ماتشات كتير هو بيطلع الهداف، هو صح ما بيجيبش فوق ال 20 انما بتلاقيه ممكن 15 بونص صحيح، لانه عنده بردك شوطه 3 بوينت. نعم يعني هو بردك لما بيحتاجوه في ان هو يحط باسكت بيحط الباسكت. طب كباتن احنا فاضل يمكن دقيقه، توقعات الكباتن، ناخد توقعاتكم سريعا للمباراه، يمكن مش هنقول المباراه كلها ولكن الشوط الاول والثاني عشان نطلع ما بين الشوطين. كابتن سلعاوي سريعا توقعاتك للشوط الاول والثاني. ان شاء الله احنا هنقدم مباراه كويسه وهنقدر نعدي المرحله الاولانيه اللي فيها خضه وفيها دربكه، وان شاء الله نكسب باذن الله. كابتن خالد، لو فريق الاهلي بدا ان شاء الله بقوه في الشوط في الكوارتر الاولاني والثاني باذن الله نطلع كسبانين 5-6 بونت في الكوارتر الاولاني والثاني، وده هيدينا اسبقيه ان شاء الله، بحيث ان احنا الكوارتر الثالث والرابع نقدر ان احنا ندوس عليهم باذن الله ونخلص الماتش لصالحنا. كابتن طاهر، انا اعتقد ان هو الفروق هتبقى يعني الماتش زي ما بيقولوا كده بالعربي او اللي بتاع النهايه بتبقى باسكت بس هو طبعا مش يعني هيبقى ممكن يوصل 6 بونت 7 بونت، انما مش هيزيد عن الحاجات دي بالنسبه للاهلي والاتحاد. صحيح كلوز جيم، صحيح دي توقعات حضرتك انه هيبقى كلوز جيم سواء الاول او الثاني. كابتن كريم، انا مع زي الكابتن طاهر ما بيقول ان الشوط الاول والثاني هيبقى كلوز جيم، بس خلينا نقول النادي الاهلي اللي داخل ماتش النهارده على الفاينل كسبان مع الاتحاد فاينل مرتبط دوري المرتبط بطوله عربيه غير قبل كده، قبل كده كنا بنوصل الفاينل ومنكسبش، فدلوقتي الضغط على الاتحاد اكتر مش علينا. ملاحظه صحيحه. تمام ملاحظه صحيحه. اعزائي المشاهدين، ده كان كلامنا الفني قبل المباراة، لحظات هتنطلق المباراة، خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنطير لصالة أو مجمع الدكتور حسن مصطفى ومعلقنا أحمد مناع لنقل أحداث مباراة كرة السلة الأهلي والاتحاد فاينل كأس مصر موسم 2021 2022، فإلى هناك.